رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا تلوين لعبوا تمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب يا صمقة يا صمقة يا صمقة. مساء الخير ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من خلال برنامج الأبطال، برنامج جسد الأبطال. أسبوع جديد نمسي على الجميع بالخير، وإن شاء الله هذا الأسبوع ينكتب كل ما هو فيه الخير لنا ولكم إن شاء الله. قولوا آمين وآمين. محمد يقول آمين. وأصدقائنا الحلوين اللي متواجدين داخل الاستديو مستانسين بتواجدهم، وإحنا مستانسين بحضورهم اليوم في هذه الحلقة، آخر حلقة من شهر شنو؟ مارس 2013 موجود ها؟ آخر حلقة من شهر مارس، باكر شهر 4 صح؟ 1 أبريل باكر شهر 4. اليوم حلقة الدردشة، اليوم حلقة الوناسة وحلقة الاستمتاع من خلال التواصل مع الأصدقاء الحلوين الأبطال الموجودين داخل الاستديو والاتصالات اللي رح تنورنا بأصواتهم الجميلة، وإحنا ناطرين كل الاتصالات. إذن نذكر بطرق التواصل والمشاركة، إرسال سين باللغة العربية أس باللغة الإنجليزية، هذه هي طرق التواصل والمشاركة. أيضا عندنا موقعين للتواصل الاجتماعي، اول واحد تويتر البرنامج، ونفس الشيء اللي موجود حق انستغرام البرنامج. التويتر هو موجود ان شاء الله يظهر اسفل الشاشه @abtal_الراي، هذا هو تويترنا. والايباد جاهز علشان اقرا تعليقاتكم بالفقرات القادمه الاربع اللي موجوده ويانا في برنامج جسد الابطال. اما الانستغرام نفس الشكل موجود @abtal_الراي، راح اخذ تشكتشكات حق اصدقائنا اليوم موجودين داخل الاستديو ومنورينا، وراح نعرضها ان شاء الله في الانستغرام الخاص في برنامج استوديو الابطال. ماذا في جعبتنا النهارده؟ ماذا في جعبتنا اليوم؟ شنو عندنا اليوم من فقرات؟ شنو عندنا اليوم من شغلات؟ اليوم عندنا خبر من اخبار الابطال، بما ان احنا يوم السبت الخبر قلناه بطريقه نظريه كانت في حلقه الخميس. اليوم راح نعرضه صوت وصوره من خلال تقرير جميل اعدت لنا يا زميلتنا منو اللي توقف مني؟ مشاعل. راح نشوف مع بعض مشاعل كانت موجوده في افتتاح الأكوا بارك، هذه المدينة المائية الجميلة. راح نشوف مع بعض افتتاح الأكوا بارك مع شعول، وشنو عندها شعول في هذا التقرير. كل أصدقائي الحلوين، إحنا اليوم موجودين بافتتاح الأكوا بارك، ومنو فينا ما يعرف الأكوا بارك اللي يضم العديد والعديد من الألعاب المائية الجميلة. الحين الأكوا بارك افتتحت، وبإمكانكم كلكم أصدقائكم تكونوا موجودين هنا معنا عشان تستانسون بهالأجواء الجميلة. ما بحرق عليكم الجو، أبيكم تتابعون هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم تم افتتاح مدينة الألعاب المائية أكوا بارك، والحمد لله، وكان الإقبال مثل ما أنتم من البوابة، الإقبال كثيف من المقيمين ومن شبابنا ومن إخواننا من دول مجلس التعاون ومن إخواننا السعوديين الذين يأخذون إجازتهم هذه. الحقيقة كان الاستعداد جيد جدا ممتاز هذا الموسم. قمنا الحقيقة هناك بإضافة تحسينات على الألعاب وإضافة وزرع مثلثات زراعية أخرى وعمل مستطيلات زراعية على البيتش على البحر وتركيب مظلات، وذلك لراحة الأخوة النزلاء وزوار وضيوف المدينة وأطفالنا أيضا الأحباء. ومع أنه صديقة من المملكة العربية السعودية، شو اسمك يا حلوة؟ جمالة غفيص. والنعم فيك يا غالية. قولي لجمالة بداية، شلون سمعتي عن الأكوا بارك؟ عبر الإنترنت. من الإنترنت دخلتي وشفتي هذا المكان وعجبتك وقلتي حق بابا لازم تجيبني الأكوا بارك. شلون شفتي المكان، حبيتي؟ إيه. راح تجين مرة ثانية إن شاء الله؟ إن شاء الله. حبيبتي تحية كبيرة ليك، ونتمنى إن شاء الله يا رب تقضون وقت ممتع في الأكوا بارك. هنكمل جولتنا مع أصدقائنا.
معانا. تعالوا الأكوا بارك عشان تتسبحوا. ومن الأماكن الجميلة والأشياء الجميلة اللي يتميز فيها الأكوا بارك إنه في أماكن وكراسي للعائلات رائعة جداً، كل عائلة ترتي وتقعد على هالطاولات مع عيالها يتغدون، وإذا كانوا قاعدين للمساء يقدرون يتعشون، فأمانة شيء رائع على الثيل ومنظر مطل على البحر. فيعني أما تتمنى من كل شخص أنا أحبه ولا كل اللي قاعد يتابعونا أنهم يجون هذا المكان المميز. ثانك يو مشاعل، يعطيك العافيه. واجواء الصيف اجواء جدا جميله، واللي يبي يبرد على قلبه يروح الاكوا بارك عشان يستمتع في الالعاب المائيه اللي موجوده في الاكوا بارك. ناخذ اول اتصال في حلقه اليوم ونفتح باب التحيات. الو ريما من السعوديه. أهلاً. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام. اهلا عبد الله، كيفك؟ اهلا وسهلا. انت بتركيا؟ اي انت بتركيا، هم مسافره رايحه تركيا، هذا الكنترول هو اللي قال لي. ريما انا اسف بس قلت اول حلقه ان باكر 1/4 طلع عقب باكر 1/4 اللي باكر الشهر هذا 31 يوم، بس هذه الملاحظه اللي بعدلها. شلون تركيا؟ تمام الحمد لله. ايش كذا صار لكم قاعدين بتركيا؟ تقريبا 10 ايام. 10 ايام اليوم نرجع، بس طفتنا الطياره. لا زين. مو زين، ما ادري اذا زين ولا مو زين، في ناس مستسانه في ناس لا. انت وشنو؟ بالعكس زين. زين حلو، تمددت الإجازة. طيب زين قولي لي وين رحتي بتركيا، الأماكن المعروفة؟ إذا إذا حابة، إذا ما تبين قول، لا تقولين. لا بالعكس عادي، يلا خلنا نسمع. أكثر من مكان. إيه. يعني تبيني أقول لك المناطق ولا كيف؟ المناطق، الأماكن المعروفة، يعني شنو شنو اللي لفت انتباهك بتركيا ممكن؟ في مناطق حلوة اللي هي أذنت وأزمير وأنقرة، وفي متاحف بعد حلوة. زين. في قصور. كليتوا من هذا المطعم اللي يبلكم الأكل أنتوا تشوون على الجبل؟ ولا ما رحتوا ولا للحين؟ يلا دوروا عليه شوي لأنه وايد حلو. عموما إجازة سعيدة، وإن شاء الله تستمتعون في هذه الأجواء في تركيا، وتركيا منطقة سياحية يعني هبة صايرة هذه الأيام، الكل يروح تركيا. شنو حابة تقولين يا ريما؟ أي مرة حلوة وأول مرة أسافر لها. إنزين إن شاء الله. أنتي من 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 الناس اللي يسافرون يكتشفون ولا إذا حبت مكان تكرر؟ لا أحب أروح المكان مرة واحدة، لأن رحت أكثر مرة ملل. ملل صحيح صحيح، أنا وياك بهذه النقطة. تفضلي، تحياتك إهداءاتك يا ريما. الله يسلمك، بقول لك شيء بوجه حياتي. يلا تفضلي. بأناقتك، بحديثك وأخلاقك، ملكت وطنا من قلوب البشر. الفرح شيء يشبهك ويشبه عيونك وضحكتك. عبد الله مال الله. حبيبتي مشكورة يا خيتي، مشكورة يا ريما، تسلمين على هالكلام الجميل. تحياتك، شكرا جزيلا. تسلمين تسلمين. تحياتك. تحياتي لك أنت والأخوك أحمد وسنترون ماجد وأهلي. وبقول لكم انا من زمان ما كلمتكم، صح مره اشتكت لكم. بس انت متابعتنا على تويتر فهذا اللي انا عارفه. لا والله لا لا ايش مو يلا اوكي انزل صح يلا كملي. بس بقول لك اني انا راح ارجع ان شاء الله الثلاثاء ان شاء الله. الخميس راح اكون في الكويت. ايه عشان اجي اعطيك هديتك وتستاهل اكثر من كذا. يعني بالسلامه ان شاء الله. مشكور، اعطيك العافيه وما له داعي تعني هذا. شكرا يا ريما، تسلمين تسلمين خيتي، مشكوره ما قصرتي. من بعد ريما. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مها اخبارك عبود؟ الحمد لله انا تمام. تفضل يا مها، الهوا هواك. بقول مشاركه ووجهه حياتي. يلا خلينا نسمع مشاركتك، تفضلي. ابتسم ولا تسأم، يصبح الخريف ربيعا والليل مظلم صباحا مشرقا وتحول الغربان إلى عصافير جميلة. ابتسم فابتسامتك علامة الجودة في عالم المتع. ابتسم فكل الألم لا يقرأه سوى تبسمك. ابتسم ولا تحرم نفسك الأجر. ابتسم لتزيح الهم من قلبك. ابتسم وأبرز قدرتك على مواجهة هذه الحياة.
ابتسم في وجه المصيبة، ابتسم، فالابتسامة هي المدرسة التي تخرج أجيالا من المتفائلين. صح. وأتمنى من أعماق قلبي لكم الابتسامة والفرح دائما. صح صح لسانك، مشكورة على هالكلام الجميل. ابتسموا، كل من يضحك سمايل عشان الكاميرا، يلا كذا نبتسم، ابتسموا مثل ما قاعد تقول مها، ابتسموا خلينا نشوف، طلعوا ضروسكم، خلينا نشوف اسنانكم، يلا ابتسموا ويا الكاميرات راح تطلع. شكرا يا مها، يعطيك العافيه. حابه تقولين شيء؟ اي يلا اكيد تفضلي. اوجه تحياتي لامي وابوي واقول امي منوره بمتابعتك، تحياتي لجروب عشاق عبود وجروب عشاق شعولة وجروب عشاق الكترة ماجد، وجه تحياتي لبسون وهجولة وروح الكرار وحوراء وفصونة وأصولة وسوسة ومروة ومنولة وفيوزة وحيوتة وبيونة لمسات رجاع ترانيم الأمل وبريق الأمل. مشكور، أعطيك العافية وتوصل كل التحيات. شكرا يا مها، صديقتنا وصديقة البرنامج، شكرا، مع السلامة. بعد صال بيان. نعم. اهلا، السلام عليكم. السلام عليكم. هاي كيكو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله بخير. شلونك اخوي الغالي؟ والله انا تمام الحمد لله. يا بيان تفضلي. عسدوم يا رب. الله يخليك. عندك من المتسع من الوقت 10 ثواني تفضلي. عبد الله وش بقول شيء بدي اوجه تحياتي. انزين ب10 ثواني ها؟ اوكي يلا. بس بقول عبود ان انا وبستون وروح الكرار سوينا فيديو حقك انت وشعوله، نعبر لكم عن حبنا لو بس لو بشيء بسيط يعني، وان شاء الله يعجبكم. وشفنا اسم هذا يعني لما تدخل يوتيوب، اهداء من روح الكراء وبستون وبيون حق اغلى ثنائي بالدنيا عبود وشعوله. ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله انا ومشاعل راح نشوفه. مشكورين يا بنات على هذا الجهد المبذول، شكرا يا بيون، يعطيك العافيه، مشكوره وما قصرتي. ثانك يو فيري ماتش. انا اعطيتك 10 ثواني انت زدتي خلاص. توجه تحياتي بس يلا عشان عندنا فاصل. حقك انت طبعا اكبر تحيه اخوي الغالي. بس كافي شعوله. اوكي تسلمين، مشكوره مشكوره يا بيون صديقتنا، شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. مستانسين، بعد شوي راح نتعرف على هؤلاء الاصدقاء اللي خذوا راحتهم من داخل الاستديو، راح نشوف شنو اساميهم وندردش وياهم، بكلمهم عن اللعبه اللي هابين فيها، اللي كل ما تدش مكان تشوف الناس كلها كذي وقاعد تلعب، شنو هذه؟ فن رن. بعد الفاصل. صفقة، أبي أسمع صفقتكم، وين صفقتكم؟ لأن هذه فقرتكم. لا سوي كذي. ودنا وياكم بعد الفاصل دردشة تايم مع الأصدقاء اللي موجودين داخل الاستديو. أول بطل صديقنا وحبيبنا محمد، شوفوا محمد شلون يدلع البنات. شلونك محمد؟ زين. وين الشمس اليوم؟ وين الشمس؟ ليش لابس نظارة؟ إيش هاللوك هذا؟ كيفي. ها؟ كيفي. كيفك؟ سامع، ما قلت لك شيء، شيك معصب. محمد دلع البنات. سموسة. شفت شلون يدلع البنات؟ هذه الكلمة عنده دلع حق البنات. محمد دلع البنات، قول لهم شنو؟ سمبوسة. زين ليش لما أقولك دلع البنات تقول لهم سمبوسة؟ ها؟ شوف والله البنات مستانسين. أفا. أفا. محمد غن لهم أغنية. غن حق البنات أغنية. إيش فيك؟ إيش دعوة؟ مصلح بنشر تعبانتي؟ عاد السايل مصلح بنشر. دعوة. ها؟ دعوة. شنو؟ غن نبيك تغني. ليش؟ زين محمد يلا قول حق الأصدقاء وشوف كامرتك وقول اسمك الكامل وكم عمرك. هاي كامرتك قدام سيدة. اي هذه محمد حسين نصر. ونعم في صفقوله صفقوله. كم عمرك؟ 11. شنو اليوم بتقول لنا قصة؟ تحياتك. يلا قول تحياتك. يلا أمي. إيه؟ أبوي. إيه؟ سلمة؟ إيه؟ منو سلمة؟ أخوه. ها؟ أختي. أختك. إيه سلمة أختك. صح. بعد حليمة؟ حليمة أختك؟ إيه. إنزين بعد؟ بس ما عندك أخو؟ بلا، في قدامك أخو، أنا أخوك.
شنو هتشذ يعني ولا شنو هذا؟ مصطفى 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 مدير مسرح مصطفى لا لا شوف ضحى مصطفى مصطفى مو انا عبالي ما انا مصطفى لا مصطفى اخوي اخوك مصطفى وعبد الله مال الله اخوي اخوك بعد يلا ومشاعر العقيل اخوي لا اختي اختك صح صفقوله شطور يلا ننتقل بالمايك حق صديقنا الثاني اول مره ينا سيدي الابطال بس شطور وقاعد عاجل وراح يسولف ويانا شو اسمك محمود شنو شستر لا اعطني من اي لا لا تطوف احد محمود شنو عباس محمود عباس شنو شستر والنعم صفقوله محمود كم عمرك 7 سنين 7 سنوات محمود عندك فن رن اي شنو حلوه اللعبه هذه والله ما عندي اياها انا حلوه اللعبه هذه إيه؟ شنو فيها فن رن شنو اشرح لي اياها شنو هي لا لا مو محمود مو انت اشرح لي اياها لعبه اي شنو هاللعبه هاي فن رن بس بالايبود مو الايبود الايبود مالي خلاص ما فيها ما في شارج لا البطاريه هاي اللي داخل خربانه خربانه بطاريه ابوك ليش ما صلح لك اياها قول له صلح لي اياه عندي ايباد عندك ايباد اي اي والله بطاريه اختربت شرى لك ايباد لا قبل كان قبل انزين قول لي اشرح لي لعبه فان رن شنو هي عباره عن شنو شنو فان رن نسيت ها اسال محمد قول له شنو فان رن ذكرني لا 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 خلي المايك عنده خلي المايك عنده لعبه شنو بعدين نسولف خلاص ايش رايك بعدين نسولف كلامك على متى ما بعدين نسولف زين قول لي تبي توجه تحياتك محمود يلا حق منو ماريا لا كاي ابوي تحب ماريا اختك وايد لا لا شنو لا تحبها وايد وايد صح لا تكفى لا لا شنو لا ليش زين ليش ليش ها ليش لا تستعبط لا 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 تستعبط هو مصطلح يعني قال حق زياده عن الفكاهه يعني تكون دمها زياده عن زياده عن الدم صح انزين يا ويلك نوك هذه اختك انزين واكبر منك لازم اول شيء تحترمها وتسمع كلامها وتحبها وايد لان هي تخاف عليك وعد زين وعد قول ان شاء الله ان شاء الله لا ان شاء الله لا شنو قول ان شاء الله قول ان شاء الله ولا ترى محمد ترى له كلام ثاني معك دير بالك انا اعطي الكابله ورا يلا شكرا يا محمود حبيبي ونورت طبعا محمود يتغشمر بس كذي نوع من الغشمره صح قول لي زين محمد بعدين راح نيجي مو دورك انتهى الحين بعد شوي راح نرد لك زين اخو محمود موسى عطى المايك ميكروفون لازم يطلع صوتك بالميكروفون شو اسمك موسى موسى شنو عباس شنو؟ سيستر سيستر؟ والله والنعم زين موسى ليش انت شعرك مو نفس شعر محمود؟ انت اخوان ليش انت شيخ؟ لا 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 ولد شيك محمود اسكت خلاص قطعوا عنا كل طرق التواصل ادري زين قول لي نسيتني موسى نعم نعم الله شوف شفت شلون يرد؟ يا الولد غير هذا موسى انت اي صف؟ تروح مدرسة؟ شو اسم مدرستك؟ دسمان دسمان؟ شنو يعطونك بالمدرسة؟ أدرس تدرس؟ شنو تدرس؟ شنو يعطونك من هناك؟ عربي عربي؟ تحب اللغة العربية؟ لغة القرآن الكريم برافو عليك تحب أنت ماريا صح؟ شطور شوف شلون يحب أخته؟ محمود بعد بس محمود شوية يعني يتغشمر وايد مو شوية بتقول شيء ثاني؟ موسى؟ بتغني؟ لا ما تبي تغني؟ سوي حق الكاميرا كاي كاميرتك هذه مني 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 دورها دورها وخر محمود وخر يلا سوي ايوه شطور يلا شكرا لك يلا صفقوا حق موسى مثل ما صفقنا لهم اخر واحده ماريا خلت حسنات وهي قاعده حشوا فيها يلا قولي لنا اسمك الكامل ماريا عباس شستر عندك اي رده فعل تجاه محمود اخوك ولا تقولي لنا التزم الصمت شنو خلي يولي الغشمره هاي يسمونها غشمره على فكره لا لا قولي انا التزم الصمت انا التزم الصمت حلو انت اول مره تجون سيدنا الافضل صح ان شاء الله دوم كم عمرك ماريا 10 سنوات العمر كله ماريا ابوك قال لي صوتك شكل حلو لا بلى لا ابوك قال لي صوتك حلو
ها؟ لا. فأنت راح تغنين؟ لا ما في. ليش؟ استحي. زين منو قاعد يطالعك الحين بالتلفزيون؟ ما أدري. ما تدرين؟ شنو تقول؟ يعني مو خدامتك؟ يعني مو خادمتكم يعني؟ ها؟ محمود مو قلت لك نقطع طرق التواصل معك؟ إنزين شنو حابة تقولين بالنهاية ماريا قبل ناخذ الميكروفون حق أحد ثاني؟ شنو تبي تقولين؟ تحياتك بتسو say hi for something somebody. اللي قاعد يطالع وهو يعرفني مشكور ومشكورة. ها حلو كلام جميل صفقوا لها كلام كبار. محمود خلاص ما راح ألعبك هوكي. يلا خلينا ننتقل حق البنات. الله شوفوا 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 شكل حلو بعد ماريا المفروض انت تروحين هناك شيء شو وديك عند هذيلة ها شو وديك عند الشباب خلي الشباب لهم جو بروحهم زين يا وياه مو تروحين عند البنات شوف البنات شلون هادين يلا اول واحدة شو اسمك تعرف عليك شو اسمك آيات شو اسمك آيات آيات والنعم آيات شنو علي آيات علي يعقوب المحفوظ والله والنعم صفقولها شلون قالت اسمها بطريقة موسيقية قالت اسمها بطريقة موسيقية كم عمرك؟ أربعة سنوات؟ شنو بتقولين آيات بتغنين؟ ماما جابت بيبي بتغنين ماما جابت بيبي؟ يلا شوفي كاكا مرتك هذه مني يلا قولي ماما جابت بيبي يلا بيبي حلو صغير يا الله حبيبي شو زكي من غلدر الله صفقولها شطورة سوي باي حق الكاميرا سوي لها باي حق الكاميرا سوي لها باي عشان يصورونك يكابتشرون سوي باي 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 من لا ما تطلعين نفسك يا طالع نفسها يا حليلك الله يحفظك ان شاء الله يلا انتقل حق بنوته ثانيه عشان الوقت شو اسمك رقيه شنو رقيه خالد البغلي والله والنعم رقيه شنو تعرفين اللي يمك هذه منو هذه ايات تصير لك ولا رفيشتك رفيشتي في المدرسه ايمن ها رفيشتك وين عيل رفيشتي تيبت بيت خالتي تي بيت خالتك اخاف تصير لك انت ما تدرين وانت بيت خالتك يمكن تصير لك زين انت كم عمرك 6 سنوات بتقولين شيء ما تبي تقولين شيء نصفق لك ها صفقولها يلا صفقولها شطوره حبيبتي يلا طالع ايش قاعد تسوي بنات طالع بنات ايش قاعد يسوون تو قاعد نسولف عن الصبيان طالع ايش قاعد تسوي شوفوها نزلي تجي قاعد تقول نزلي ريولك رافع ريولها وقاعد تلبس صندلها زين هي ما تعرف تسولف صح ما تعرف يا وياك رهف كم عمر شو اسمها اعطوها المايك اعطي انت اخذي المايك انت اخذي الميكروفون ايوه يلا شو اسمك هي شو اسمها جودي هي صغيره ما تقدر تتكلم صح بالبيت تتكلم شو تقول بالبيت؟ ما تقول شيء بالبيت؟ انت ايش تقولين؟ بس نادي علاوي؟ وين علاوي؟ بالبيت علاوي بالبيت؟ ماية؟ كلها تنادين علاوي تقول علاوي تعال صح؟ حياتي زين انت ايش اسمك؟ ما قلتي لنا؟ انت ايش اسمك؟ ما تبي تقولين؟ يلا رهف شلونك؟ صديقتنا رهف العنزي شو اخبارك؟ لا وين هالغيبة هذه؟ وين كنتي مسافرة؟ ما سافرتي؟ انت سافرت محمد؟ عطوا المايك يحب يسولف محمد يلا رهف قولي لي اليمه شو اسمها؟ ريان كم عمرها؟ أربع سنوات رهوفه صديقتنا وحبيبتنا مطربه جميله وصوتها وايد حلو تبي تغنين صح؟ يلا بغني عن بنات صفي بتغنين عن بنات صفك؟ اي صف انتي؟ ثالثه شنو؟ ثالثه خامس في بنات معينين ولا الصف كله؟ الصف كله حلو يلا غنت او راح تغني عن بنات صفها تفضلي غني يلا تجمعنا الدنيا احيانا باشخاص لا نعرفهم ولا نشعر باي احاسيس تجاههم وفجاه وبدون اي مقدمه يصبحون هم الجزء الاهم في حياتنا صح الله الله يا الصبايا الله الله يا البنات فينا من حلو المزايا وللدلع فينا صفات الله 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 يا الصبايا الله الله يا البنات فينا من حلو المزايا وللدلع فينا صفات ما حسبنا للوعد جينا ما نعرف أحد ما حسبنا للوعد جينا ما نعرف أحد ما
ما تفارقنا أبد أبد وصلنا في العشرة خوات. الله صدقولها صدقولها شطورة، كلامك وايد حلو، كلام كبار، وانت دائما حضورك وايد حلو في برنامج سيد الأبطال، وانت قاعد تقولين للدلع عندنا شنو؟ شنو للدلع عندنا شنو؟ دلع فينا صفات. للدلع فينا صفات. محمد دلعهم، شو تقول لهم؟ دلع البنات، شو تقول لهم؟ مصطفى شكو، خليك من مصطفى. شو تقول حق البنات؟ يلا خلينا نطلع فاصل. اول ما بلا شنو ندلع البنات، شنو نقول لهم؟ شنو؟ دود. شنو دود؟ من سمبوسه. سمبوسه وايد احسن كان. سمبوسه. سمبوسه اوكي. ان شاء الله يكونوا مستمتعين. بريك ورادين وياكم. ردينا وياكم الفقرة الثالثة، فقرة الألعاب. راح نلعب مع بعض هوكي على حسب الأعمار اخترت أنا، إنزين، وعلى حسب البنوتات اللي يقدر واللي ما يقدر. بس أنا متعمد مخلي مارية باري محمود، مخليكم أنت الاثنين. خلينا نشوف هذا الميدان يا حميدان. رهوفة مع رقية. رهوفة ويا رقية مع بعض أوكي. منو الأكبر؟ كم عمرك؟ ثمانية. ستة. أنت يا عيل وياك هذه. إنزين يلا مع الموسيقى. واحد اثنين ثلاث يلا يلا ويا الموسيقى. اللي بجول يفوز. رهف ورقية، منو اللي بجول؟ يلا رقية حيل، يلا رقية حيل. رهوف ورقية يلا، عندها عندها صوت. يلا هات يلا روح. حلو، بغيتي بجول ترى، ها بغيتي بجول. اوف 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 رقية دير بالك. اوه واحد واحد صفر حق رهف. بس خلاص كافي جول واحد كافي. شكرا شكرا يا بنات. يلا رهف ورقية راحوا. تعال يا محمود، تعال يا ماريا. محمود كان عنده اعتراض على اخته، وماريا الحين ترد الثار في هذه اللعبه. منو راح يفوز؟ ما تدري، قاعد ادور الكره كاي. يلا واحد، الكره عند محمود لانه هو اصغر. زين بس عشان يلا واحد ديري بال تجيب جول بعد الحكي اللي قاله. يجيب جول كلش ما يصير. يلا واحد اثنين ثلاث يلا. اوه محمود داش بقوه ويحاول مره ثانيه. ماريا فاتح الجول. ماريا يا سلام عليه، شوفوا لما يطق محمود يرقص ويا طقه يرقص في رقصه معينه. مايكل جاكسون قاعد يلعب. ها ماريا لا تهدين الجول، ديري بالك. يلا محمود قاعد يحاول هدها. ماريا لا لا تخاف في خايف. يبوش. انا اشوف كره قدم يبوشون بس هنيش حقه تبوش ما ادري. يلا ماريا تحاول. ماريا ترى هذا الجول اخي. يلا دير بالك ايدك. محمود خايف، محمود قاعد يدافع وماريا تهاجم. محمود ما زال يدافع، يبي يهاجم محمود طريقه غلط. يحاول مرة ثانية. يا سلام ما عليه. صفقونهم 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 صفقونهم. شكرا ماريا، شكرا محمود. محمود جاب الجول، هو اللي فاز. تبقى هذه لعبة فيها فايز وفيها خسران. آخر فريقين راح يلعبون. موسى تعال يا موسى. و نسيت شو اسمك، شو اسمه شو اسمه؟ آيات. تعالي آيات، تعالي حبيبتي. يلا آيات ويا موسى. موسى تبي تلعب هني ولا هني؟ خل خل هني. تبي هني؟ اوكي مكان محمود يعني عشان متفائل فيه يعني تفوز. انزين وين الكرة؟ اعطيني. موسى كم عمرك؟ 5. آيات كم عمرك؟ 4. 4 اذا آيات اصغر. يلا عندك طولين لعبة. لحظة شو تسوي له؟ طولين لحظة. لما اقول لك يلا زين. واحد اثنين ثلاث يلا ويا الموسيقى. بين موسى صفقولهم صفقولهم شجعوهم. يلا من اللي يبقول؟ يا موسى ولا آيات؟ موسى ولا آيات؟ موسى قاعد يحاول، آيات قاعد تحاول. بينهم صغار. ها بوشها بوشها. يلا يا طقيها طويلة عليك. يلا أنا يبها أنا يبها أنا يبها أنا جرب. يلا طقيها. للحين ما حد ياب قول. موسى دير بالك إيدك. آيات بغي عليها قول. موسى ها 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 آيات طقي. انت قاعد دافعين بس. موسى قاعد يهاجم. موسى داش بقوه وقفت بالنص بالخط عند موسى. يلا روح موسى. يلا موسى يلا موسى. آيات شيك. ها ها دونتك 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 دير مالك. يلا شوية توقف هني. سالفة هذا المكان. يلا كرة عندك راحتك. يلا آيات انت قلتي ابي العب. يلا مو معطيك مجال صح؟ مو معطيك مجال كلش. يلا دورك. اخ موسى قاعد يهاجم.
موسى زين على كثر هذا الهجوم ما قولت ولا جول. يلا آيات موسى آيات ولا حد قول للحين. يلا آيات طقي 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 الحين راحت راحت موسى لا ما قولها. موسى قاعد يحاول تعب موسى تعب تعب موسى حرام عليك يا موسى. آيات يعني هادية في اللعبة لا ما تدين الجول تدين الجول طقيها طقيها طقي قوية ويدافع. أنا تعبت وأنتم ما شاء الله الحين ما قولتوا يلا يا بقول موسى صفقوا حق موسى. يلا آيات حبيبتي شكرا. يلا منو يلعب وياي؟ محمود تلعب وياي؟ تخيلني ماريا أوكي؟ لا تخيلني لا أنا بدال ماريا أوكي؟ يلا تعال محمود. يلا من يفوز؟ ما تدري؟ ايش فيك خفت أول كان يقول أنا قدامك ها؟ يلا أنت أصغر مني صح ولا أنا أصغر؟ لا كم عمرك؟ سبعة. سبعة؟ إيه أنا كم عمري؟ 30 حرام عليك شكلي 30 إيه صدق إني حاط لحية هالأيام حاط لحية بس محمد يدري محمد قبل أن نلعب محمد كم عمري؟ 11 عاد محمد صدق كم عمري؟ 20 لا مو 20 زيادة شوية شوية زيادة 24 من يزيد 24 من يزيد 25 حلو من يزيد من يزيد 29 من يزيد 30 من يزيد ها 30 40 شنو 40 يلا 1 2 عندك عندك انت اصغر يلا 1 2 3 يلا يا سلام حلو حلو ممتاز يلا روح 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 يا سلام محمود قاعد يحاول حلو يا سلام يوم عصب الله لا تخليني عصب انا دير بالك يلا حلو محمود يلا روح 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 يا سلام 1 0 كمل كمل اكيد يبي يقول انا يلا 1 0 ماريا ماريا صفقي ماريا قاعد العب باسمك ماريا يلا محمود 0 وانا 1 محمود 0 وانا 1 يلا محمود ها ها ايش هاللعب هذا يلا محمود 0 محمود 0 دير بالك يلا اوه طقتك عجيبه شو اسمها يلا مره ثانيه اوه بو 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 2 ماريا 1 0 محمود 2 ماريا 0 محمود اوه يا جول 2 1 يلا يلا 2 1 يعني اذا انت جبت جول تعادل واذا انا جبت جول فزت اخر جول يا انت يا انا اوكي اوكي يلا قول بسم الله بسم الله قول بسم الله قول بسم الله يلا حاول انك تدافع اوكي قوت على نفسك اذا ما احسبها عادي ماريا كيف ما احسبها يلا تعال تحداني يلا يا سلام حلو يا سلام دير بالك ايدك 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 دير بالك من ايدك يلا شوف 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 هذا ايش يسمونها روبرت كارلوس شوف ها اي روبرت كارلوس يلا لا تهد جولك دير بالك تهد جولك يلا ايش في قاعد دافع وين وين قوتك محمود وين قوتك وين قوتك محمود وين قوتك شوف لحظة العبها العبها رمية تماس العبها كذي أيوة يلا والله صدقني خلاص بس أنا فزت ماريا أنت اللي فزتي 3-1 شكرا يا محمود تسلم حبيبي يعطيك شنو 3-2 بعد على ماريا 3-2 بس ماريا هي اللي فايزة صح محمود يعطيك العافية مشكور وما قصرت محمد شو رأيك بأجواء اللعب زين زين يلا محمد قبل أروح حق تويتر قل لي أنا ما أخذت الإجابة شنو سالفة فن رن شنو هاللعبة كون باري واحد أنا سمعت أكثر من واحد يباري واحد لا واحد باري لا 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 من قالك ثلاثة يبارون واحد أربعة يعني ويا باب ثلاثة باري أنت أي يعني أربعة مجموعنا أنا معك أنا وأنت واحد؟ زين شنو شلون نباري بعض كرة قدم؟ لا ها؟ دش شبك شبك؟ لا سلبوك أخاف قاعد يلعب لعبة ثانية قايل له فن رن لا لا ها إيش قلت لك؟ دونت تاتش هذا شنو اسم نظارتك هذه؟ كماري كماري؟ شنو كماري؟ كماري اسمها كماري؟ ها؟ في أحد يعرف النظارة اسمها كماري؟ شنو أحلى سيارة عندك؟ شنو تحب سيارات؟ أبيض لا مو اللون تاكسي تاكسي أنت دور أبيض؟ لا شنو أحلى سيارة شو اسمها؟
ما تعرف؟ صفر. ها؟ صفر. لا يقول انا قاعد يكلمني انا. انت ما جاوبت، خل محمود يجاوب. محمود شنو سيارتك انت؟ كامارو. كامارو. على وزن كماري نظارتك. يلا خلاص محمود. كامارو. كامارو حتى انت كامارو. يلا اوكي. خلينا نقرا تعليقات تويتر البرنامج. ابلش من فوق. ناخذ تعليقات. منور عبود، ليش شعول ما يت؟ شعول ماخذ بريك. منور حمودي، ربي يحفظه، تحياتي لصديقاتي كلهم واحبكم وايد، واحلى تحيه لصقر وموسى وسلمى. دانا رهف من الاء، شكرا. الدنيا دفتر، الدنيا دفتر، الانسان اجمل بداياته، الصداقه واروع مواضيعها، الصراحه واحلى سطورها. لا مو مرتبه، مو مرتبه يا نور. نور مو لم يحالفك الحظ في ترتيب الكلام اللي قاعد كاتبته. مساء الخير عبود، منوره، وجه تحيه كبيره حقك وحق جروب عشاق عبود، شكرا. فاطمه صالو بثون من شروق الحامل، شكرا يا شروق. اوكي كلام جميل زين بس ما اقدر اقوله. بثون مساء جميل كجمال ابتسامتك وطلتك منوري الغالي، وعسانا ما ننحرم منها، شكرا يا بثون. وايضا بيون تقول مساء العسل اخوي عبود، منور كالعاده وطلتك، شكرا. وابيك ابيك تقول حق رهوفه منوره العسوله، يسلم لي هالصوت طالع قمر. من بيونه، تعرفين بيونه انت صح؟ حلو. يلا ناخذ اتصال. محمد، محمد هلا. يقول عباليان محمد، شلونك؟ بخير والله، شلونك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. محمد تلعب فان رن؟ يلا. شنو يلا؟ لا ما عندنا فان رن. عبالك عندنا اللعبة. لا والله فكرة نلعب فان رن بستيد الأبطال، ايش رايك؟ شنو؟ نلعب فان رن بستيد الأبطال، ايش رايك؟ محمد كم عمرك؟ هلا. عمري 11. 11؟ ممكن اقول لك لغز قبل لا تلعب؟ اوكي تمام. سائلان متجاوران في المكان، مختلفان في الالوان، فاذا تجمدا يؤكلان، ما هو؟ ما ادري والله. ما تدري؟ لا والله. زين يلا هذا اللغز بخليه حق كل الاتصالات. يلا نلعب؟ يلا. يلا خلينا نشوف اللعبه. اختاري رقم 45 ثانيه. ثلاثه. إذا طلع لك كاسس هدية، جزئين من الصورة، في صورة مخفية لازم تعرفها، راح نطلع لك جزئين من الصورة. أوكي، ليه مو مبينة الصورة. عطني رقم ثاني. تسعة. سؤال. سؤالك يقول عطني دولة من القارة الأوروبية، يلا سهلة. لندن. لا دولة مو عاصمة، دولة. دولة؟ إيه. بريطانيا. بريطانيا، حلو، جزء من الصورة. حلو، ما بينت الصورة للحين. عطني رقم ثالث. رابع. خمسة. بالنص، اختار النص. يس. تلميحة. يعني هو حق العدل. اوكي للعدل. يلا تقدر تقول شنو؟ وزارة العدل. لا شنو وزارة العدل؟ محمد الله يهداك، شلون بحط لك وزارة العدل بالله؟ مصور الوزارة من برا. قاعد اقول لك هو شيء يستخدم للعدل، معروفة يعني تعدل بين شيء، بين شيئين، شنو هو؟ يعني هذه تلميحه للصوره. شلون اعدل؟ يعني اذا تبي تاخذ وزن هذا مع وزن هذا، بعد اقوى من كذي ماكو. يعني اختار رقم ولا شنو؟ لا تختار رقم، انتهى وقتك. الحين اخر شيء بقول لك اياه، هو تبي تشوف وزن هذا بوزن هذا، شنو تستخدم؟ ميزان. اجابه صحيحه، الميزان كانت هي الصوره المخفيه في لعبتك. شكرا يا محمد. تبي تقول تحياتك؟ اوكي. شي ضحك؟ واي واي. ها؟ اللي جنبي متشيشين شوي. اللي يمك فيهم؟ متشيشين شوي. ما سمعتك عدل بس يلا. متشيجين؟ متشيشين. متشيشين اي اوكي. يلا شكرا يعطيكم العافيه، وانت تشيش وياهم وعيش الحياه، شكرا مع السلامه. ناخذ بعد اتصال؟ اوكي بريك صغير، راح ناخذ بريك وبعدها نرجع معاكم عشان نقرا تعليقات تويتر وناخذ اتصالات. بريك. ردنا وياكم بالفقرة الأخيرة في حلقة اليوم في برنامج استديو الأبطال. استمتعنا بصراحة بتواصل الأبطال الموجودين داخل الاستديو، ويعني انا كل اللي اقدر اقوله
حلو الواحد لما يكون على طبيعته ويدردش ويسولف على طبيعته. محمد خذينا من النظارة لأن احنا مشتاقين حق محمد. محمد اليوم يعني بلوك لابس كاب ولابس نظارة. طلع محمد مقرع مسوي شعره صفر. حلو حلو أصلا أنا أحب كذي شعر. حلو أنا أحلق ودي بس ما يخلوني ما يصير يقولوا لي ما يصير تقرع كله تقرع أنت بالتلفزيون. أقرع صفر؟ ما أنا لما نيت من الحج قرعت صفر. بيتنا وين؟ ليش؟ لا ماك شغل بما لا الحين سؤال أنت لأن اليوم شاغلنا شاغل كل اللي موجودين فليش تبي تعرف وين بيتنا؟ ليش؟ تجيب لي هدية؟ من اللي مالتك لا انزين يلا خلنا ناخذ تويتر البرنامج. اهلا سيدي الابطال شلونكم تمام اهلا فيك احنا سيدي الابطال معاكم مها العتيبي صراحه هنيكم على البرنامج الرائع شكرا وله متابعه قويه موفقين تحياتي شكرا لك يا خيتي يعطيك العافيه يا مهاوي. بعد عندنا زهره شكرا زهره وما قصرتي على الكلام الجميل شكرا يعطيك العافية. بسمة من السعودية الاحترام لا يدل على الحب إنما يدل على حسن التربية احترم حتى لو لم تحب. برافو عليك احترم وليس تحترم احترم حتى لو لم تحب. شكرا يا بسمة من السعودية على هذا الكلام. مرحبا أنا آية من فلسطين وجهت حياتي لعبود وشعولة وإلى صديقاتي فاتن ومايا وبيان وفداء وإلى أختي غنى وشكرا لكم شكرا لك. السلام عليكم شخباركم عبد الله حابة وجهت حياتي حق زينب وهاجر ومليحة وأثير ولك شكرا من سارونة شكرا يا سارونة. بعد عندنا تحيات ومشاركات من الأصدقاء كلهم. إن مفتاح القلوب هي الابتسامة وسلاح الحياة العقل محبتكم سعودية وافتخر. شكرا على الكلام الجميل. شروق الحامد قرينا شكرا يا شروق. السلام عليكم أنا فراس من فلسطين برنامجكم كتير حلو خاصة أنت وشعولة شكرا. وجه تحياتي لأختي لأخي معتز وأحمد وأمجد وإلى صديقي أسامة شكرا يعطيك العافية على هذا التويت. في اتصال السمي عبد الله. ألو عبد الله شلونك؟ زين شو أخبارك يا العبود؟ طيب كم عمرك؟ 12 12 العمر كله إن شاء الله. عبد الله نلعب مع بعض؟ بلعب بعدين بغني. أوب 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 تبي تغني أول؟ لا بلعب بعدين بغني. يلا خلنا نلعب لعبة البازل ركز فيها. يلا شوف الصورة وركب لي إياها. ايه شنو ايه انطر شيك مستاهل. يلا الحين الحين قول ايه شنو ايه ما في مركبه ايه عطنا بيه كم اثنين اي اثنين اي حلو لا غلط اثنين ستة ايه ركبوا لك ياها هذه يلا ما راح نركب لك بعد بي ستة دي راحت بي ستة اوكي كمل سي سبعة سي سبعة سي ثمانية سي ثمانية سي ثمانية حاضر 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 معك 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 يلا كمل سي سبعة شنو؟ لا لا اتش سبعة اتش سبعة خليك سريع باقي لها ثواني بسرعة اتش سبعة اخر شيء جي اثنين جي اثنين صفقوله والله شطور لحق يلا ثانيتين ما تفرق شكرا يا العبد. يلا عبد الله شنو بتغني لنا؟ بغني اغنيه وطني حبيبي. انت اي مدرسه؟ عبد الله برواحه. يلا خلينا نسمع اغنيه وطني حبيبي من عبد الله. يلا صوت صوت عاد صوت صوت ها؟ زين يلا خلينا نسمع عبد الله. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شالة مضيئة كلمة جريئة وطني وطني الغالي وطني الله عليك شكرا صفقوله يا أبطالنا يا حلوين. عبد الله هلا انت تعرف واحد اسمه تركي؟ تركي وايد ترى من اهلنا تركي على يد تركي يعني على مسمينهم على المرحوم يدي بالعرضية قطعة عشرة شباب. أوه 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 تعرف أنت؟ إيه كلت البيت لي أما 27 والله أنا ما أعرف كم رقم بيتهم عشان 27 البيت لي أما على اللي في مظلة اللي في مظلة إيه إيه
اللي فيه يوكن وكولا. حبيبي العبد. خلاص اذا يوم زرتهم راح اسلم عليك. اوكي اوكي. يوكن ها؟ اي لون اليوكن؟ اصفر. كيف يوكن اصفر؟ كيف مثل كي اشقر شيء اشقر. حلو يوكن اشقر. خلاص انا اروح بيت عمي اقول وين اليوكن الاشقر. اوكي زين عادي اقول لك شيء تقول بس والله انت نخاف منك دام ان اليوكن اشقر. نكته شلون هالنكته زينه؟ لي زينه. ترى اوصل لك اذا قلت نكته غلط. لا حلوه يوكن. يلا قول تفضل. في محششين مخترعين صاروخ. ليش؟ اسكت خلاص اسكت. انا امون عليك صح؟ بس هذا الصاروخ اللي مشكوره. وين الحلوه فيها؟ احنا برنامج استوديو الابطال شيك. مشكور حبيبي العبد يعطيك العافيه وتسلم. وان شاء الله يوم من الايام اذا زرتهم راح امركم على اليوكن الاشقر هذا. بس خوفك يكون طالع الاشقراني طالع يكون مو موجود فما راح ادل البيت. خلينا نروح مع بعض فيديو كليب ونرجع. أقول الكويت بخير وبنعمة وستبقى إن شاء الله بنعمة وخير وستبقى إن شاء الله بأمان. حمدنا الله على الكويت إنه يا بلدنا على العين.
غدنا وياكم مثل ما شفنا هذا الكليب الجميل والكلمات الجميلة لسيدي صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح، الله يحفظه لنا إن شاء الله ويطول بعمره ويخلينا هذه الأرض الطاهرة الطيبة وأهلها الطيبين الرائعين وعيالهم الأجمل اللي يتواجدون دائما في برنامج السيد الأبطال مع هذه الابتسامة الحلوة. إن شاء الله نكون عند حسن الظن وإن شاء الله نستمتع أو نمتع كل الأصدقاء والأبطال من خلال الاتصالات ومن خلال تواجد الأبطال داخل الاستوديو. استمتعنا بصراحة وأنا وايد استانست بتواجد البنات ويا الشباب اللي موجودين بحلقة اليوم. شكرا لأصدقائنا اللي تابعونا، شكرا أيضا لكل الأصدقاء اللي قاعد يتابعونا أمام الشاشة وقاعدين بس يبتسمون أو قاعدين يحيون أحد معين أو قاعد يتابعون أحد من أهاليهم اللي موجودين ويانا داخل الاستوديو. أشكر الجميع، ثلاث شباب وعندنا تقريبا حوالي ست بنات موجودين، يعطيكم العافية مشكورين وما قصرتوا، ونشوفكم في حلقة جاية من خلال برنامج استديو الأبطال، وأيضا نشوفكم أنتم يا مشاهدينا في حلقة جاية من خلال برنامج استديو الأبطال. say bye، قولوا باي، يلا باي، نشوفكم. رن 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 جرسنا ترانا الحين خلصنا، رن رن ترانا الحين خلصنا، جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين، رسمو تلوين لعبو تمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، رسمو تلوين لعبو تمرين، يلا يا اطفال يلا يا حلوين، راح نسأل ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأبطال اكيد.